عند درس اسماعيل؟ نعم. وهو موجود؟ لا يا سيدي دي اسمع يا ابني سلام والله يا سيدي كل ساعه عايش شايفك من كل عسلم مرحبا تفضل شكون سيادتك اسماعيل يا اسماعيل بدلت شي ياسر انت ها اسماعيل شكون من السيد هذا معلش نسخيبوا مع جماعه نعم نسخيبوا مع جماعه نسخيبوا مع جماعه باهي بنمشي تفضل شكونك انت يا ولدي ثبت فيه مليح كنتش نسخيلك باش تنساني مابول زيادتك جاي تعدي عليا في وقايته تفضل اخرج من هنا ترى هبعت لك حيات برشا ناس ورميت برشا ناس في الحبوسات وبعثت برشا ناس للفينغا ويتمت برشا عيل عندك الحق تنسى أنا ما كانش يجي على بالي بكل أنك تنساني أنا صلي على النبي وثبت روحك بلك شي غلط ما عقلتكش شكونك أنت أنت مفكرك وما عقلتنيش نرجع بيك 20 سنة التالي رستوران جوفانوتي اش قولك تفكر ولا ماريا اوديت الباشاوش يمينة انتي عفيف عندي مدة طويلة نستنى لك فيها النهار 20 سنة يا اسماعيل إذا بيا نقتلك 1000 مرة ما تخافش ماكش باش تتعذب كرتوشة واحدة اختار من تحب كلمتك هذه عمي عفيف لا يا سعيد عيش ولدي كلمه عمي عفيف يفضلك نوع هذا يا سعيد نفهمه كم باللغة هذه عمي عفيف لغته هو ماهيش لغتك انت كان تقتله اللي عملته الكل ما حدش عنده حتى معنى هذه بنتك امل يا عفيف بابا